يا غالي عليه قولي ابوس ايدك العين والله في تعبان مني. العين وانت ولا داري بحالي قول اه تبقى اهين يا رب ان شاء الله. قلبي والفكر اللي واقف صوتك خالي. مزعج، مش كل واقف صوتي مزعج؟ صوتي ده بلاشنا في ناس بتحب تسمعه، بلاشنا بلاش صوتي ده في ناس بلاش بتحب تسمعه وبتموت فيه. مصارك I know, Habibi. The prime is yours on Friday. Okay. Whoa. Okay. Today, مش حاجة كبيرة خالص. مش هتاخد وقت زي امبارح. It's really simple, very basic. بس قبل ما ابتدي عايزة أقول حاجة. أنا عارفة إنه في كم شخص they didn't إنه بعد ما خلصنا كل حد قال إنه كان مبسوط. بعدين الناس جم قالوا لي إنه ما كانش في فايدة اللي عملته عشان في الآخر مش هنحب بعض. في ناس بيقولوا لي مهما عملتي مش هنحب بعض. ليه كده؟ المشكلة أنا شايفة مش إنه مش بنحب بعض، إنه بنضل نحط تفكير في مخنا إنه مش بنحب بعض. دي المشكلة، فاهمين قصدي؟ مش إنه مش بنحب بعض، بس إنه we keep putting in our head we don't love each other. لا بالعكس، يعني بتصحوا الصبح إنه بتحطوا في مخكم إنه مش بنحب بعض، فطبعاً مش هتحبوا التانيين. بتناموا لسه حاطين في مخكم مش بتحبوا بعض، فطبعاً مش هتحبوا بعض. مش المشكلة إنه من نفسكم مش بتحبوا بعض، إنه you keep thinking إنه مش بتحبوا بعض. ما تحكموا على الكل، في ناس ما بتكره حدا. لا 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 مش خلاص. أنا نفسي ما بكره حدا. We're not gonna talk about it. بس كلنا بنحكي على بعض. We're not gonna talk about it. مين بنكره بعض؟ We're not gonna talk about it. And I just want to say this. I said, "Mahma, what you guys think? I still want to make an effort." ما فيش حد بيتكلم على حد. إلا اللي بيتكلم ده بمزاج. استني أيا عايزة أقول حاجة. لا أنت ناصر ناصر وأيا. خلص خلص. استنوا. عشان مهما قلتوا أنا لسه I'm gonna keep doing اللي بعمله. بعد ما بقدر أجي كمان I'm gonna keep doing exercises. اللي عايز يعمل معايا يعمل. مش عايز خلاص it's fine. بس أنا I think إنه في room إنه ممكن. تصحيني من النوم عشان تعملوا معي اكسرسايز لك ولي ما صارت. يلا I just wanted to say that. بس no yeah we're gonna start with the game now. It's very basic. حاجة very simple. كل واحد على دوره هيتكلم على لا لا صوتك اوطى من كل واحد بدوره هيتكلم عن الحاجة اللي مش بيحبه في نفسه. مش في حاله. You're gonna talk about to default and know your الحاجة اللي you don't like in yourself that you would like to change. Let's start with cupcake. لا ما بعرف ما بحب حالي. لا مش انا مش بتحب بس انت انه you're not perfect no one is. ايه بس ما بعرف شو ما حدا بيشوف عيوب حاله يعني. ايه ما فيني اشوف عيوبي انا. ازاي؟ الناس اللي تشوف عيوبي. اه صح. You don't think that there's anything wrong with you? يعني انا حتى لما بعصب بقول انا معي الحق. انا عارف انه ما في مشكل شيء فيي مزبوط يعني بس ما بعرف شو لا يا عمي مو ورده مو ورده بس حل عنا بدك تيجي تقعد اقعد ما بدك تيجي تقعد خلص روح اطبخ البيضه اللي عاملها انت اللي جايبه بيضه النعام اللي بايدك. خذها هي خذها. احسن من بيضتك؟ خذها هي بيضه الديناصور خذها. You can't tell me إنه مش شايف إنه في مثلا أنا كلارا مثلا إنه شايف إنه I can be stubborn sometimes I'm too sensitive I'm too أنا إذا هلا بقلك عيب واحد بتقولي لي هيدا مهبول ما في هالشي العيب أنا بشوف مش عيب واحد ديفو يعني بلاقيه كتير كمان مؤثر علي هي عصبيتي. Okay خلاص. How do you think it affects you? How شو؟ Why يعني how do you think it affects you؟ ليه بتأثر علي بحياتي برا مش هون هون ماني ما بعرف يعني كتير كابت حالي وما بس عصب خلص بقعد لحالي وما بقعد أحكي ولا حتى بشيل منيح. تفتكر إنه it's your biggest flaw؟ بالنسبة لإلي إيه لأنه عملت لي كتير مشاكل برا. أوكي ثانية يحيى
صح اخوي. لو مثلا if someone like if you had the choice not to be assassin would you change it ولا do you think it's a part of who you are like it's بتعمل بتفرق ايه ايه لانه كثير 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 بتاثر علي يعني هذا اكبر ديفو عندي يعني. بس انت بتشوفه كحاجه وحشه بس انت since you came here you've been extremely calm so you have control calm? over it if you want to رح اقول لك شغله انا بس ابقى قاعد هيك مش يعني قاعد ما انا عارفه من جوه من جوه you're going crazy 90% من وقت اللي انا قاعد فيه هون قاعد ومشنج قاصيب بس بحياتي ما كنت هيك كنت يعني نهار نهارين وبفجر نهار نهارين وبفجر نهار نهارين وبفجر يعني بكسر الدنيا يعني انت ارهابي يا حبيب؟ ايه ثانية انه انا قلبي كثير طيب ما لازم هالقد ايه قلبي طيب كثير يعني وبكون بتكون الشغلة عم بتصير بكون عارفة انه عم بقلبي كتير طيب بس انه عادي ما بقدر غير يعني انا هيك وهلأ عن جديد بس جيت لهون تبين لي انه ما عندي ثقة بحالي ما بعرف ليه بس انه هيك هيك شفت اول مرة بحس هيك مع انه انا ما بعرف هاي شغلة جديدة شفتها بحالي عادة you have confidence yeah. وزيادة عن زوم بس